لنفترض إنه رجل عمل اختبار الحمل وطلع عنده هذا الاختبار إيجابي أو طلع عنده خطين شو يا ترى ممكن يكون السبب وشو الأمراض المحتملة وراء هذا الشيء؟ أنا اليوم هون لقلك ليش هذا الشيء صار وشو هي الأمراض محتمل وجودها عند هذا الشخص أو هذا الرجل بداية لحتى نعرف شو سبب هذا الشيء لازم نعرف هرمون الحمل شو هو الهرمون ومن اللي بيفرزه وايمتى بينفرز الهرمون اللي نحن بنعمل له هذا الاختبار هو اسمه الهرمون المشيمي البشري او الاتش سي جي ومن اسمه مشيمائي لانه هو له علاقه بالمشيمه او بينفرز من المشيمه والمشيمه هي صله الوصل بين الام والجنين وهي بتساهم بنقل الاغذيه ونقل الاكسجين بين الام والجنين فهلا هيك عرفنا ليش هذا الهرمون بيرتفع خلال فتره الحمل لانه هذا الهرمون بينفرز من المشيمه وبالاصل المشيمه بتتكون اثناء فتره الحمل هذا الهرمون له وظيفه ثانيه وهي تثبيت استمرار الحمل من دون هذا الهرمون طبعا راح يفشل الحمل وراح يصير عندنا اجهاض هلا بنجي على الرجل شو هو الشيء اللي بيسبب ارتفاع اصلا هذا الهرمون عند الرجل هذا الهرمون بينفرز من مكان ثاني غير المشيمه اللي هو الغده النخاميه لكن بكميات كثير ضئيله وكثير قليله وظيفه هذا الهرمون عند الرجل هو زياده هرمون الذكوره التستوستيرون وهون بنجي لسؤالنا شو هو المرض المحتمل وجوده عند الرجل اللي طلع عنده اختبار الحمل ايجابي يعني طلع عنده هذا الهرمون مرتفع اللي هو هرمون الاتش سي للاسف هو مرض سيء وهو سرطان الخصيه لهيك الاطباء اصلا اللي بيشكوا بوجود سرطان خصية عند الرجل فبيلجأوا لهذا التحليل لحتى يعرفوا اذا ممكن يكون عنده سرطان خصية او لا طبعا هذا الاختبار او هذا التحليل ما بياكد 100% وجود سرطان خصية نحن لحتى نتاكد من وجود هذا السرطان نحتاج لنعمل تحليلات ثانيه ونعمل صور ايكو طبقي محوري الى اخره حابب اخبركم شغله سريعه عن الفرق بين الخلايا الطبيعيه والخلايا السرطانيه الخلايا الطبيعيه بدايه تشتغل بنظام دقيق وكل هذا الشيء بيتم تحت اوامر الجسم يعني الخليه الطبيعيه او الخلايا الطبيعيه بتشتغل بتتكاثر بتنقسم بتتصنع بروتينات مثلا كل هذا الشيء بيتم تحت اشراف الجسم لكن الخلايا السرطانيه ما هيك الامر بيتم الخلايا السرطانيه بتشتغل من دون علم الجسم ومن دون انه الجسم ما يعطيه اوامر فبتصير تنقسم تتكاثر على كيفها تصنع خلايا على كيفها او تصنع بروتينات على كيفها وما حدا بيقول يا محل الكحل بعينك وبنرجع لموضوعنا الخلايا السرطانيه بسرطان الخصيه بتصير تصنع هذا الهرمون اللي هو هرمون الاتش سي جي او الهرمون المشيمائي البشري فلهيك بسرطان الخصيه بيرتفع عندنا هذا الهرمون في نقطة حابب أوضحها إنه الاختبار اللي حكينا عليه وطلع إيجابي عند الرجل ما بالضرورة يكون سببه هو سرطان الخصية ممكن يكون سرطانات تانية مثل سرطان البنكرياس أو الكبد أو الرئة أو المعدة كمان المرأة اللي بتعرف حالها إنه هي مو حامل وعملت هذا الاختبار وطلع إيجابي طبعا كمان احتمال يكون عندها أحد هذه السرطانات اللي حكينا عليها فلهيك لازم نروح عند الطبيب لحتى نعرف شو سبب المشكلة ونعمل الفحوصات اللازمة هذا كان فيديو اليوم لا تنسى اذا عجبك الفيديو تدعمنا وتشترك بالقناه سلامات